الخلل عندنا في الجامعة، في المنظومة، في الميثاق، في عملية التحرك. طيب الدعوة والإصرار الجزائري على إصلاح هذه المنظومة، دعوة قابلة للتطبيق؟ والله أعتقد صعبة جدا، يعني في ظل هذه الخلافات، عدم وجود اتفاق، أيضا هناك متغيرات كبيرة على مستوى موازين القوى في على بالدول العربية. لكن إذا ما وصلت هذه القمة إلى اتفاق حول بعض النقاط الأساسية، يعني فيما يرتبط بالعمل المشترك، في أعتقد أنه يمكن أن تقدم. قلت شيء أنت، لكن قلت أنت في 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 تعليقك السابق قلت أنه هي الوحيدة اللي ما تحدثت، هو هذا واحد من العقبات حتى أنتقل إلى. أي بالضبط، يعني هو الوحيدة نعم اللي ما تحدثت في هذا الموضوع. يعني شنو ما تحدثت؟ يعني ما بالنهايه ما جاي نشوف حركه سريعه مثلا للجامعه العربيه. الجامعه العربيه من المؤسف جدا هذا الكيان الذي يعني استحدث منذ عقود، يعني وكانت فاعله بشكل كبير. اذا ما راجعت التاريخ المعاصر دكتور كانت فاعله بشكل كبير، لكن الان هي الجامعه العربيه تعيش حاله ضمور، ولذلك تحولت القمم مع احترامنا لكل الدول، لكل تطلعاتهم، شعوبهم، ايماننا بانتمائنا العربي، الجامعة العربية تحدث تحولت إلى رمزية أكثر ما هي. هو هذه المشكلة اللي تم تداولها.